ومشاهدينا راح نروح إلى عاصمتنا الحبيبة بغداد مع الزميلة المبدعة رشا اللي دائما نستمتع بجولاتها الحلوة. اليوم رشا متواجدة في أحد المدارس في بغداد اللي نظمت مهرجان تحت شعار مهرجانات للغات السنوية بمشاركة 16 دولة. الهدف منها هو التعريف بثقافات الشعوب ولغاتهم والتقريب بين المجتمعات. طبعاً تفاصيل أكثر راح نشوفها مع رشا، خلونا نتابع. اسعد الله صباحكم مشاهدينا الكرام وين ما تكونون. انا اليوم متواجده في احدى المدارس والتي تدعى بعشق بغداد. اليوم مهرجان سنوي للغات مسويه للاطفال، وبصراحه مهرجان رائع يستحق تشوفوه. خلينا نشوف. هذا المهرجان السنوي اللي تقيمه مدارس عشق بغداد. هاي المدارس متخصصه انه عندها هدف رئيسي لهذا المهرجانات، وهي التقريب بين المجتمعات والتعارف اللغات بيناتهم والثقافات، حتى ان شاء الله نساعد على تكوين صداقات بين كافه اطياف المجتمعات اللي تكون داخل شو اسمه. بالنسبه لهذا المهرجان، هو مهرجان سنوي تقيمه المدارس على ارض مدارسها مثل ما حضرتك تلاحظين. موجود هاي السنه عندنا اكثر من 16 دوله مشاركه من عندهم، وشاركنا همتين بعض الشخصيات اللي مهمه اللي حضرت للمهرجان، من ضمنهم السفراء والمدراء العامين والوزراء. حدثنا عن مهرجانكم السنوي لمدرسه عشق بغداد، حدثنا عن كمية الأعداد الطلاب الموجودة بهاي المناسبة ومسألة اللغات اللي مهتمين بها، شنو أهداكم اليوم؟ أهلا وسهلا بكم. طبعا إحنا في مدارس عشق بغداد الأهلية من 2009 ننظم هذه الفعاليات، مهرجان اللغة والثقافة. نهدف بهذا المهرجان إلى تبادل المعلومات وضرورة التعرف على معالم الدول الأخرى. نحاول نطفي فكرة لأبنائنا التلاميذ أنه إحنا نزرع بيناتهم حب التفاهم، تبادل المعلومات، ايضا نحاول نمشي بخطوات السلام العالمي. هذا المهرجان طبعا حاليا احنا ننظمه ل 16 دوله، نعرض من خلاله فعاليات ومعالم هاي 16 دوله، من ملابس، من اكل، من معالم تاريخيه، من لغات. ايضا يشارك بهذا المهرجان لهاي السنه تقريبا ما يقارب ال 300 طالب و1000 ضيف وضيفه يشاركون في هذا المهرجان. ايضا حضراتكم مثل ما تشوفون اغلب المعالم اللي تنعرض حاليا هي معالم الدول الاخرى اللي يقومون بها تلاميذنا. كل هاي الفعاليات، كل هاي النشاطات بالتعاون مع اولياء الامور والتلاميذ والاساتذه. مهرجان اللغات السنوي اللي دا يقدموا رايش بيه شنو؟ هل هو مناسب للاطفال؟ هل بيه فائده لهم من ناحيه ثقافتهم وتعليمهم؟
طبعا أنا ضيفة شرف اليوم هنا بالمهرجان. حقيقة تفاجأت إنه فد شيء كلش مميز، تبادل ثقافات مختلفة. تفاجأت إنه أنت كل مكان بدولة معينة أنت ممكن تذوقين الأكل مالتهم، تشوفين يعني هم إيش قاعد يقدمون. أكيد الأطفال طبعاً ضروري إنه يشوفوا يعني يدخلون بيج مهرجانات ويشوفون هيك ثقافات مختلفة، وأتمنى لهم كل التوفيق إن شاء الله. مو آخر مرة أكون موجودة هنا. وأنا متواجدة ويا مجموعة من الأطفال الحلوين اللي كل واحد لابس زي معين، خلينا نتعرف عليهم أكثر. شنو اسمك؟ مصطفى. مصطفى إيش لابس أنت؟ زي عربي. زي عربي، يعني لبسك هسه مثلاً مع الشيخ عرب مثلاً؟ إي تمام. عندنا زي عربي ثاني، انت يا محافظه تمثلين؟ البصره. يعني هذه شكون بصراويه بدوين. زين شنو اسمك؟ اسمي ساره. ساره حياتي. وانت شنو اسمك؟ ليان. ليان. يا صف سادس. سادس. وانت يا محافظه تمثلين؟ بابل. بابل. اوكي ماشي مشيها. خلينا نشوف العسكر اللي ويانا. تعال شنو اسمك حبيبي؟ محمد ياسر ناجي محمد. محمد ياسر ناجي محمد. يا صف محمد ياسر ناجي محمد. صف سادس. صف سادس. ايش لابس انت اليوم؟ لابس زي عسكري. على مس انت كانون عيد الجيش؟ اي نعم. تحب تصير عسكري؟ ايه. شنو تصير؟ انا طيار جندي مقاتل وشنو؟ طبيب. اوكي ماشي صير على صفحة. تعال حبيبتي. حبيبتي شنو اسمك؟ ليان. ليان. ليان يا صف السادس. احكي لنا على الزي مالتك. هو عربي يعني مالتك. انا دا اشوفه خليك بين عربي بين ايه كردي. ايه. زين؟ زين انت شو تحبين تقولين بمناسبة ستة كانون المهرجان مالتكم؟ ايش عاجبك؟ عجبك المهرجان؟ ايه كلش حلو. شو تحبين؟ تحبين يتكرر دائما؟ ايه. عاشت ايدك. اذا خلينا ناخذ لنا جولة ثانية وراها نرجع لكم. خلصت جولتنا مشاهدينا الكرام، نتمنى تكون نالت رضاكم، نتمنى انه اللغات تستمر بكل المدارس وتتوسع الثقافات بها حتى الطفل يقدر يستفاد من معلومات من مختلف البلدان. نشوفكم جولة جديدة ونقولكم مع السلامة. رشا باسم، قناة دجلة الفضائية.